سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ نحن على علم بأن كل أنواع الخمور والمسكرات محرمة في ديننا الإسلام، ولكن الناس يشربون الكثير من المشروبات الغريبة في عالمنا هذا، وإذا رأيتهم وهم يشربونها ستقول الحمد لله إن هذه المشروبات محرمة علينا في الإسلام. هل يمكنك مثلا أن تشرب ماء غسيل الأحذية أو أن تشرب الدماء؟ اليوم سأخبركم في هذا الفيديو عن المشروبات الغريبة، فهيا بنا نبدأ الفيديو. شرب المياه من الحذاء. لو سمعت بهذا الأمر فبالتأكيد ستتعجب منه، فإنهم في أوكرانيا يشربون المياه من الحذاء. يتم خلع حذاء العروس خفية وخلسة، وبعد ذلك إذا اكتشفت العروس أن حذائها قد سرق فعليها أن تشرب الماء من حذائها، وإذا لم تستطع أن تفعل ذلك فلن يقوم بإعادة الحذاء لها مرة أخرى. شرب الخمر دفعة واحدة. وهذه العادة توجد بكثرة في روسيا وبولندا، ولكن عندما يتم شرب الخمر في نفس واحد فإنهم يشربونه بحذر وحيطة، ويشربونه دفعة واحدة كي يتفاخر كل شخص منهم بقوته، وفي بعض الأوقات يشربونه بسرعة فائقة كي يفوزوا على منافسيهم، وهذه هي اللعبة المفضلة لدى تلك الشعوب، ومن ينجح في شربه قبل منافسيه فإنهم يطلقون عليه لقب البطل. ولكن في كثير من الأحيان يتعرض شارب الخمر إلى مضاعفات أخرى، ومؤخراً تم تصغير زجاجة الخمر ليتيسر لهم شربها في نفس واحد، ولإزالة الخطر من شربها هكذا فجأة. وإنجوتو. عندما كنا صغاراً كنا نلعب بالمسدسات المائية، ولم نفكر من قبل في أن الناس سيلعبون نفس هذه اللعبة ولكن بالخمور بدلاً من الماء. نعم، ففي جنوب إسبانيا هناك يوم خاص اسمه معركة الخمر، وفي هذا اليوم يجتمع الناس ويلعبون ويرشون الخمر بالمسدسات على بعضهم البعض، ويحتفلون بهذا اليوم احتفالاً خاصاً، كما أنهم يهدرون الكثير من المال على الخمور في هذا اليوم. شامبانيا من المرحاض. باريس مشهورة بأنها مدينة رومانسية، ولكن بعد معرفتك لهذا الأمر لن تفكر حتى في تلك المدينة مرة أخرى، فبعد الزواج مباشرة أي قبل ليلة الزفاف يشرب الزوجان شامبانيا من المرحاض بعد فراغهما من الحمام. ما الذي يفعلونه؟ مقزز حقا. شرب لبن الحصان كوميس. في كوكبنا الأرض يشرب الناس مشروبات مختلفة على اختلاف بلدانهم، والناس في كازاخستان يشربون لبن الحصان كأنهم يشربون العسل، وسمي هذا المشروب بكوميس، وهذا المشروب موجود في كازاخستان في كل بيت، وهم هناك على علاقة وطيدة مع الأحصنة في تلك المنطقة، ويقومون بمثل هذا الفعل الغريب بكل بساطة. مشروب لاتستان. الناس في بولونيس يشربون أحياناً أشياء أقوى حتى منهم أنفسهم، وكأنهم يشربون الموت نفسه، وهذا المشروب يتناولونه بعد حلق شعرهم، ويطلق على هذا المشروب لاتستن، وهو أقوى من الخل وأكثر حموضة منه، وما إن يشربه أحدهم فإنه يغمى عليه ويفقد الوعي في 5 دقائق فقط، وقد يذهب إلى الحمام بسرعة كبيرة. خروج الشيطان من زجاجة الخمر. ويمكنك أن تشاهد هذه الطقوس الغريبة في فنزويلا في آخر الحفلات. يتم إشعال النيران في كل الزجاجات الخالية بأعواد الثقاب، وهكذا يعتقد الناس في فنزويلا بأنهم يخرجون الشيطان من زجاجات الخمر. عسل ودم البقر. هل هناك نوع من المشروبات التي يمكن للإنسان ومصاص الدماء شربها في الوقت نفسه؟ لو رأيت هذه المقاطع لضحكت كثيراً. توجد عائلات اسمها ماسائي في تنزانيا، وتلك العائلات تحب تناول هذا المشروب في فصل الصيف، وكلما شعروا بالجوع والضعف يشربون هذا الشيء الغريب. شرب الخمر بعد سرقة العروس. لقد تحدثنا في بداية الفيديو عن سرقة حذاء العروس، لكن في ألمانيا يسرق العريس عروسه بمساعدة إخوته، وبعد ذلك عليه أن يسقيهم الخمر، وفي نفس اليوم يقيمون مراسم الزواج. بول البقرة. في الهند اخترع الهندوس مشروبا اسمه بانش كاب، يعرفه جميع الهنود، بالتأكيد لا يعرفه بعض المسلمين هناك ولكن كل الهندوس يعرفونه. يتكون هذا المشروب من بول البقرة، روثها، لبنها،
والزبادي والسمن المستخرجين منها. وهذا المشروب لم يتم تخصيصه لعيد أو مراسم محددة، ولكن بول البقرة طاهر بالنسبة للهندوس، والبول أغلى من اللبن في مدينة كالكوتا. فإن كان اللبن يباع بخمسين روبية، فإن بول البقرة يباع بمائة وسبعين روبية. مباح للهندوس في العالم شرب بول البقرة، ويدعون بأن شرب بول البقرة بعد تبولها مباشرة هو علاج من مرض السرطان، بل إن كهنة الهندوس قالوا إنه يمكن علاج فيروس كورونا أيضاً عن طريق شرب بول البقر. وبطبيعة الحال لم يتم إثبات ذلك حتى الآن، بل على العكس هناك الكثير من الناس مرضوا بشدة بعد شربهم لبول البقرة. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.